دعا الأمين العام لمنتدى العلماء والأئمة لنصرة نبي الأمة الوزير السابق أحمد فالو الصالح، دعا العدالة الموريتانية إلى الاستمساك بالحكم الذي أصدرت وأن تؤكده من جديد باعتباره حكم الشرع، كما دعاها إلى عدم الرضوخ لما سماها الأصوات النشاز. إن المنتدى كان حاضرا في محاكمة المخيطير في نواذيبو حتى انتهى الحكم، وكذلك في تأكيد الحكم بعد ذلك عليه بالإعدام، وقد أصدر بيانا أو بعض الناس يسميه فتوى في الموضوع، وهو حقيقة لا يحتاج إلى فتوى لأن المحكمة حكمت بكفره وبردته وبالإعدام عليه، وهذا هو المقرر في الأحكام الشرعية والفقه الذي بين أيدينا وفي القانون الموريتاني. والآن نطلب من العدالة الموريتانية أن تثبت على عدالتها وأن تستمسك بالحكم الذي أصدرت وأن تؤكده مرة ثانية، وهذا هو حكم الشرع، وأن لا يؤثر فيها التحركات والأصوات النشاز على دين الله،